مع نائب رئيس النادي نجم الساحلي دكتور جلال كريفة. برحب بيك في البداية، وطبعا مباراة قوية جدا ومهمة جدا ما بين الأهلي والنجم الساحلي في دور نصف النهائي. تكلمنا عن الأجواء هنا قبل المباراة، ازاي احنا شايفين الأجواء حماسية، لكن استعدادات فريق النجم الساحلي لاستضافة هذه المباراة؟ اهلا وسهلا بكم واهلا مرحبا بكم في تونس. البعثة العالمية للنادي الأهلي، النادي الأهلي وكل المسؤولين ورئيس النادي والوفد المرافق، مرحبا بكم في تونس، مرحبا بكم في سوسة. هذا معناها شرف لنا باش نشوفوكم بيناتنا، واحنا والله فرحانين بوجودكم. هذه أول حاجة. ثاني حاجة، العلاقات بين النادي الأهلي والنجم الساحلي علاقات كبيرة، جذورها في التاريخ من سنوات عديدة، والعلاقات طيبة مع مجلس الإدارة ومع المسؤولين ومع كل المعناها اللي عندهم انتماء للنادي الأهلي. والحمد لله لقاءات بين النجم الساحلي والنادي الأهلي دائما لقاءات كروية شيقة، لأنهم زوز فرق كبار، زوز عائلات عريقة في كرة القدم. فبالتالي أنا حسب رأيي الماتش هذا أعتبره دربي، لأنه يجمع زوز فرق من شمال أفريقيا، النجم الساحلي والأهلي المصري. هذه مباراة ذهاب، ما زالت مباراة عودة. مباراة بين الأهلي والنجم دائما مباراة تكون صعبة، ما تكونش مباراة سهلة، تتلعب على جزئيات، والتحضير فيها يكون دائما تركيز كبير بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة للنجم الساحلي. فبالتالي التكهن بالنتيجة صعب، والمهم تكون مباراة. دخلتني بسرعة قوي في المباراة، بس احنا عايزين نشكرك في البداية على الاستضافة الجيدة جدا لبعثة النادي الأهلي. بصراحة موفرين كل عوامل الجيدة اللي تساعد النادي الأهلي طبعا ان هو تكون مباراة جيدة ان شاء الله ما بين الفرقتين، مستوى فني ان شاء الله يكون عالي. فاحنا بنشكرك اكيد على الاستضافة الجيدة بالنسبة للبعثة بشكل عام. لا شكر على واجب، هذا واجب، لان كما قلت لك في بداية الحديث علاقتنا بالنادي الأهلي علاقة كبيرة، وتقريبا تقول فرقتين متوائمين يعني. فبالتالي نفس الشيء، احنا لما نسافر لمصر ونلاقي النادي الاهلي المعامله دائما تكون على احسن ما يرام، وحتى لو نلاقي فريق مصري اخر دائما اخواننا واصحابنا في اداره النادي الاهلي والنادي الاهلي يساعدونا ويسهلونا الاقامه في مصر. فبالتالي اللي عملناه هذا واجب، واللي عملناه شيء قليل من كثير، واحنا ان شاء الله اذا نقدر نعمل احسن من هيك نعمل، لان النادي الاهلي يستاهل، ناس محترمين وفريق محترم. فبالتالي هذا هو المطلوب. المباراه بقى مباراه صعبه جدا، الاهلي ان شاء الله مستعد استعداد قوي جدا، اكيد متاكد ان فريق النجم الساحلي ايضا مستعد استعداد جيد للمباراه دي، والروح المعنويه عند الفرقتين عاليه. المباراه بقى شايفها ازاي؟ أنا قلت لك الاستقبال والظروف الإقامة والعلاقات هذه حاجة، والتنافس النزيه الرياضي يكون في الميدان بين زوز فرق من أحسن الفرق موجودة في إفريقيا، من أكثر الفرق تتويجا بالألقاب الإفريقية، ولهذا مش أول مرة نواجه احنا النادي الأهلي. وبعدين الوصول الفرق للمربع الذهبي هذا يدل على انه فرق جامده وفرق قويه وفرق متهيئه ومتحضره، والتحضير كما قلت لك بالنسبه للمباراه هذه هو نصف نهائي رابطه الابطال الافريقيه. فبالتالي تحضير يكون تركيز وتحضير وكل الجوانب معناها اللي تهم المباراه، الجهاز الفني هو اللي لهي بها. احنا كاداره وكمسؤولي مجلس اداره في النادي موفرين كل الظروف الطيبة للفريق، وإن شاء الله تتعادل مباراة في روح رياضية عالية، ويورينا الزوز فرق هذا من الاثنين اللي أحسن فرق في أفريقيا، نعاود نأكد عليها، يورينا كرة كما تقولوا بالمصري كرة كويسة، كرة نظيفة، يخلي العالم الكل اللي يتفرج فينا يتمتع بها، جمهور الأهلي وجمهور النجم والناس اللي تتفرج في القنوات الفضائية. وبالتالي ان شاء الله يكون هو مثل العرس الكروي، ان شاء الله يكون ناجح على احسن ما يرام وعلى كل المستويات تنظيميا وكرويا، وفي الاخر النتيجه المولى سبحانه وتعالى هو اللي حددها. عايزين بقى نتكلم عن الجمهور والحضور ان شاء الله اللي هيحضروا المباراه دي، عدد الجمهور هيكون قد ايه، والترتيبات الامنيه الخاصه بالمباراه دي. احنا العدد المسموح به
15,000 متفرج في ملعب سوسة لأمور أمنية. الملعب أعتقد بيشيل أو بي 24,000. الملعب يشيل 24,000 لكن لظروف أمنية وأسباب أمنية 15,000 تذكرة وضعت على ذمة الأحباء، ومنها 1,000 تذكرة على بالنسبة لأحباء النادي الأهلي. احنا مش نوفر تذاكر للأحباء، ومرحبا بالأخوة المصريين اللي يجيوا باش يتابعوا المباراة في الملعب، وعندنا ترتيبات أمنية كلها على أحسن ما يرام، وفي مكان مخصص للجمهور الأهلي، وفي حماية لهم في دخولهم وخروجهم من الملعب، وإن شاء الله ما فيش ولا مشكل وما يصيرش ولا مشكل. وعنا في التجربة سارق بل، وجانا الأخوة المصريين وتفرجوا وروحوا لبلادهم